فاضل من أموال 170 مليار جنيه صحيح. بعد تسديد كل الخانات التانية الخانات الأخرى بال 170 مليار جنيه من وجهة نظر حضرتك تقدري تحققي الجدية في ما هو مطلوب في الالتزام ولا لا؟ بال 170 مليار؟ البند اللي حضرتك طرحتيه كعنوان عريض قلت الجدية. الجدية يا فندم احنا مصر مليانة بالموارد الطبيعية اللي ممكن تخلينا ما نحتاجش. خليني اتكلم في نقطة صغيرة قوي، انا عندي في منشية نصر والجمالية منطقتي، انا لو قننت وضع الاهالي عندي هتخش مليارات للدوله اقدر احقق بيها بنيه تحتيه زي ما بيتكلم سياده النائب. اذا 170 مليار وحدها لا تكفي على الحكومه ان فندم تزود تفتح بقى استثمار وناخد موارد طبيعيه ونشتغل بيها. احنا ليه حاطين نفسنا بيقول لي احنا عندنا ده وعندنا عجز ولابد ان نسدد العجز، ما انت عندك حاجات كتير قوي. طب نطلع بره بقى الصندوق ونعمل افكار تانية ممكن تجيب لنا عائد نقدر نشتغل بيه في الدوله وما نلجاش لسياسه الاقتراض عندنا.